قبل شيخ سلامة، البعض ينظر أيضا إلى ما جرى من نظرات مختلفة، وكل ينظر بحسب تقديره للموقف، لكن دعنا في البداية نخاطب تلك الأمهات الثكلة وهذه الأسر التي فقدت أبنائها بعدما كانوا في ريعان الشباب. ما هي الرسالة التي يمكن قولها وتوجيهها لهذه الأسر، لهذه الأمهات التي أثبتنا في خلال هذا اليوم على مدى التغطية التي نفعلها منذ يوم أمس حالة من الثبات والصمود كبيرة للغاية؟ يعني أولا، ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها لذوي هؤلاء الشهداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الرسالة من رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في الحقيقة هذه الآيات وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى يحمل رسائل البشرى العظيمة لكل من سار على طريق الحق حتى وصل إلى مراده وإلى مراد الله سبحانه وتعالى منه. مما لا شك فيه أن أمنية الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى أمنية عظيمة يطلبها كل سائر على طريق هذا الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياه. ولذلك نحن لا نبكي هؤلاء، فإن الآجال محددة، الأعمار محددة، وكانوا سيموتون في نفس اليوم حتى لو كانوا أبناء رئيس أو وزير أو لا علاقة لهم بأحداث، آجالهم قد انتهت في هذا اليوم. لا نبكي هؤلاء الذين طلبوا الشهادة فبلغهم الله سبحانه وتعالى إياها، لكننا نبكي أنفسنا حقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه المنزلة وهذه الخاتمة الطيبة. نبكي أنفسنا ونبكي حالنا، الإحساس بالقهر والعجز والظلم هو اللي بيخلي الإنسان يشعر بحالة كبيرة من الحزن الشديد، لأنه مش قادر يقتص لدماء هؤلاء الأبرياء الذين سالت دماؤهم من أول 25 يناير، محمد محمود، مسبير العباسية، ثم النهضة ربعة، حتى كل من قتل غيلة وغدرا في بيته أو في الشارع أو في الجامعة أو في الزنزانة، أو من قتل برصاصة مباشرة من ضابط شرطة أو جيش، أو من قتل بحكم إعدام، أو هؤلاء الجنود الذين يقتلون غيلة وغدرا أيضا على حدود مصر في سيناء، هؤلاء الذين يدفع بهم لا لشيء إلا من أجل تمكين نظام مستبد يريد أن يتمكن من حكم مصر بدماء المصريين على اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف انتماءاتهم وعلى اختلاف مواقعهم، الكل يريد عبد الفتاح السيسي ونظامه العسكري أن ينال من دماء الكل حتى يتمكن هو من حكمه. فرسالتي في الحقيقة إلى نفسي وإلى أسر هؤلاء الشهداء: الحمد لله الذي اتخذ منا شهداء ويتخذ منكم شهداء، أن الله سبحانه وتعالى يتخذ من هذه الأمة شهداء حتى هذه اللحظة، فهذا دليل خير على حياة هذه الأمة وعلى صدق مسيرة هذه الأمة مع الله سبحانه وتعالى. دعني أخذ خبر